موضوع الفضائيين سيبقى محط اهتمام الباحثين حول العالم، أقلها إلى أن يصبح لدينا دليل حقيقي على وجودهم، لكن يبدو أنهم سبق وظهروا. لدى العلماء صور غريبة من كوكب المريخ، مقاطع من محطة الفضاء العالمية، وحتى حقيقة ظهور فضائي على القمر. الأمر يستحق نظرة. هذه إنفينيتي، في هذه الحلقة سترون حقائق فاضحة عن الفضائيين وترون دلائل حقيقية على وجودهم. هيا بنا. كانت السنوات القليلة الماضية مليئة بالعناوين الصادمة حول الأبحاث على المريخ والبدء الوشيك بالسياحة إلى الكوكب الأحمر. هناك العديد من الصور الرائعة لهيكل الكوكب وسطحه، ولكن بشكل عام لا شيء خارق للطبيعة، لا شيء سوى الصور المروعة التالية. في 3 مايو 2022 ضج الإعلام بهذه الصورة. صورت مروحية مريخية شيئاً غريباً، وفي إحدى الصور رأى العلماء شيئاً بدا ككبسولة هابطة، باراشوتاً أو شيئاً آخر منتثر فوق سطح المريخ. كما كتب عالم الفلك جوناثان ماكدويل من مركز الفيزياء الفلكية في كامبريدج ماساتشوستس على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه حطام من طبق فضائي. والشيء المضحك هو أنه في هذه الحالة لا يزال الفضائيون في علاقتهم بالمريخ بشراً، ولكن هناك تكهنات بأننا نتحدث عن جزء الجهاز الذي انفصل أثناء هبوط مركبة المريخ بريزيستانس إصرار في فبراير 2021. هبطت العربة والمروحية على سطح المريخ في 18 من فبراير 2021، وفي 19 من إبريل 2021 أصبحت أول طائرة لتطير على كوكب آخر. كانت هناك مخاوف من أن المركبة الفضائية لن تكون قادرة على الخروج من سطح المريخ، لأن حجم الغلاف الجوي للمريخ أصغر بكثير من حجم الأرض وأقل من 1% من حجم كوكبنا، مما جعل الأمر غير واضح ما إذا كانت ستكون قادرة على الإقلاع. لكنها أنجزت المهمة، والآن يمكننا الإعجاب بالصور التي التقطتها. هذه ليست القصة الوحيدة المتعلقة بالمريخ، وفي الحالات التي ستسمعون عنها الأمور ليست بهذا الوضوح. ما زال الباحثون يتناقشون عما كان هذا. اكتشف منظرو الفضاء شكلاً مستطيلاً يعتقد أنه للفضائيين. أخذت الصور من قبل عربة على جبل يوليس مونيس، ويعتقد العلماء أنهم ليسوا من سكان المريخ، ربما أتوا من مجرة أخرى. كما قال العلماء أنهم يمكنهم مراقبة البشرية عن طريق فتحة جيل حيث أخذت الصور. في أغسطس 2020 نشر رائد الفضاء الروسي مقطعا صادما على مواقع التواصل، حيث كان في محطة الفضاء العالمي. يرى في المقطع سلسلة من الأشياء الغامضة تتبع بعضها، دخلت في الإطار عندما كان فاجنر يصور الأضواء القطبية فوق القطب المتجمد الجنوبي. أرسل معلومات حول اكتشافه إلى وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية. النيازك والأقمار الصناعية وانعكاسات فتحات محطة الفضاء الدولية هي من المعتقدات الشائعة لما تم تصويره في اللقطات، لكن منظرو المؤامرة يقولون إن الأشياء التي تم التقاطها بالكاميرا هي سفن فضائية. وفقا للأكاديميين، رأى فاجنر مجموعة من أقمار ستارينج التابعة لشركة إيلون ماسك. أخبروني في التعليقات، ما هو الإصدار الذي تصدقونه؟ وجه فضائي على القمر. في 2019 نشر سكوت وارينغ منظر الفضاء الشهير صورة غامضة التقطها رائد فضاء خلال مهمة أبولو 14 إلى القمر عام 1971. اكتشف فيها وجها فضائيا على تشكيل صخري في الصورة. وفقا له لم يكن وجه الفضائي الذي ربما عاش على القمر منذ سنوات عديدة مختلفاً كثيراً عن وجه الإنسان. كان لديه نفس العينين والفم والشعر والجبهة، كانت أذناه أكبر وكان أكبر من الإنسان. نظر سكوت أيضاً إلى التجاعيد والخطوط الغريبة، ووجد إلى أن ممثل حضارة الفضاء كان قديماً بالفعل. على الرغم من أننا كما أكد باحثون آخرون لا ينبغي أن نتسرع في استخلاص استنتاجات حول ارتباط السمات الخارجية بعمر المخلوق الغريب، فمن يعرف كيف يتم ترتيب أجسادهم؟ أيضاً في الصورة التي درسها وارينغ يمكن رؤية ظل رائد فضاء مع كاميرا، بالإضافة إلى مطرقة وكوب تركه على الصخرة. قال العالم إنه لعقود من الزمن أخفت السلطات عن الناس حقيقة اكتشاف آثار حضارات خارج كوكب الأرض. وفقاً له، هناك أدلة كافية على أننا لسنا وحدنا في الكون. قال العالم مثل هذه الوجوه للفضائيين في الصخور أو التلال هي أهم اكتشافات علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلم الأحياء الفلكي في تاريخ البشرية. نفق للفضائيين على المريخ.
ليس سراً أن العديد من منظري الفضاء يعتقدون أن وسائل الإعلام الرسمية تخفي وجود كائنات فضائية. لهذا السبب يشاركوا في دراسة الصور من الكواكب ودراسة مفصلة لأصغر التفاصيل، وفي كل مرة يجدون المزيد والمزيد من الأشياء والحقائق الجديدة. لم يتجنبوا الصور الشهيرة للكوكب الأحمر. عثر مجموعة من منظري الفضاء على بعض الأماكن والأشياء الجديدة التي خلفها سكان المريخ. بعد نشر الصور التي تم التقاطها بالمركبة الفضائية، قام العالم بتكبير الصورة ولاحظ وجود ثقب كبير على سطح الكوكب، والذي يشبه مدخل قاعدة تحت الأرض للكائنات الفضائية. يقع مدخل النفق تحت الأرض في شمال بولار كاب. أحد العلماء قال إنه كان محظوظاً ليجد شيئاً كهذا، كما يعتقد أن كل الصور عدلت قبل أن تتاح للجميع لكي يخفوا حقيقة وجود الفضائيين. ولكن لا يمكن تأكيد نظريات المنظرين أو من يتوافق معهم. رسالة للفضائيين: عندما نعلم بوجود حياة خارج كوكب الأرض، فإن السؤال الأول الذي من المحتمل أن نطرحه على أنفسنا هو كيف سنتواصل معهم؟ الآن في 2022 يبدو هذا السؤال أكثر أهمية من أي وقت مضى. أظهرت مناطق الاستشعار عن بعد أن الغالبية العظمى من النجوم في مجرتنا تحتوي على كواكب، وكثير منها خارجية. كثير منها لديها ماء على سطحها، وهو شرط أساسي لوجود الحياة. كما نعلم، فإن احتمال وجود حياة على كوكب واحد على الأقل من بين مليار مرتفع جدا. لذلك من الجدير التفكير في طرق للتواصل مع كائنات فضائية. المنظمات الفضائية حول العالم ومن ضمنها ناسا ابتكروا طريقة صادمة. كيف؟ عن طريق إرسال صور عارية لهم. نعم، هذا صحيح. ناسا تخطط للقيام بهذا عن طريق إشارات ثنائية لخارج غلاف الأرض الجوي لجذب المخلوقات الفضائية. تم تطوير رسالة ثنائية الترميز خصيصاً للقيام بهذا الشيء، ما يتضمن عمليات رياضية وفيزيائية بسيطة لخلق أساليب تواصل عالمية متبوعة بمعلومات حول التركيب الكيميائي الحيوي للحياة على الأرض، ويصف موقع النظام الشمسي بطابع زمني في مجرة درب التبانة بالنسبة للعناقيد العالمية. يعرف المشروع باسم المنارة في المجرة، ويعرض رسوماً بيانية ومخططات مختلفة تصف الحياة على الأرض، بالإضافة إلى رسامين كاريكاتوريين يصورون أجساد الذكور والإناث. الرسالة بالكامل مقدمة على شكل رمز ثنائي، لأن هذا هو الشكل الذي يتواصل به الفضائيون. أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً بين الباحثين حول العالم، والكثير يعتقد أنها مضيعة للوقت. ستيفن هوكينغ، أحد أشهر الفيزيائيين في العالم، حذر أنه من الممكن أن الفضائيين لا يرون كما نحن لا نرى البكتيريا. كما قال: إذا نظرتم بالتاريخ ستجدون بأن أي تصادم بين البشر والمخلوقات الأقل ذكاء كانت نتائجه كارثية، كما انتهى الأمر بالسوء على الحضارات الأقل تقدما. قال هوكينغ: إن الفضائيين قد يكونون أقوى منا بكثير، وإن التواصل معهم ليس فكرة جيدة، لكن فضولنا لن ينتهي ما لم ندرك أسرار الفضاء. من المستبعد أيضاً أن نرسل رسالة جيدة في الوقت أو المكان المناسب، إضافة إلى أنه من المستحيل أن نعرف من قد يكون المتلقي. ماذا لو أرسلنا عنواننا لمخلوقات فضائية تتغذى على ذوي القدمين؟ مع ذلك، إن الأمر مهم للعديد من المستكشفين، ولا يسعنا سوى الانتظار لنعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل. قد يكون مخيفاً. مقابلة مع موظف سابق لدى ناسا: يبدو لنا اليوم أننا الوحيدين في هذا الكون، لأنه من المستحيل التأكيد على وجود أي حياة فضائية. ما زالت الكثير من الحقائق تعتمد على التكهنات، لكن كل شيء تغير في السنوات الماضية عندما بدأ البحث على الكواكب بانفراد كالمريخ. بالإضافة إلى انطلاق ظاهرة الفضاء، سنين من البحوث حلت الكثير من الألغاز، لكن السؤال عن وجود الفضائيين ما زال موجوداً. أما عن موظف سابق لدى ناسا، فإنه يعتقد أن لقاءً قريباً قد يحصل. جيم جرين، الذي تقاعد في هذا العام كرئيس علماء ناسا، أخبر البي بي سي أن الكثير من الفضائيين موجودون بأماكن تشبه الأرض. المثير للاهتمام أن على هذه الكواكب ماء، وليس فقط بالحالة السائلة بل بالصلبة والغازية. وأضاف جرين أنه خلال عمله أحرزت المنظمة تقدماً هائلاً، وخلال الأربعين عاماً التي عمل فيها في قسم الفضاء أدرك هو وبقية الفريق الكثير
قال جيم جرين أيضاً أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي سيكون قادراً على مساعدتهم في تحليل الغلاف الجوي للكواكب التي يصعب الوصول إليها حالياً، وستكون ناسا قادرة على إثارة أكثر المراقبين فضولاً بصور لهذه الكواكب. يمكن أن يساعد التلسكوب أيضاً في مقارنة الغلاف الجوي للكواكب البعيدة بتلك التي نعرفها. وصف جيم هذه الخطوة بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام، ستعلمنا بعض الاكتشافات وتجيبنا عن السؤال: هل نحن وحدنا في الكون؟ هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات، أتؤمنون بوجود كائنات فضائية؟ شكرا للمشاهدة، وراكم لاحقا.